بشر عبدو، مدير جمعية تحدي المساواة والمواطنة. اليوم الجمعية تنظم ندوة صحفية من أجل إطلاق أغنية والحساب للرابر شحطمان. اليوم احنا وقعنا شراكات ولا اتفاقية شراكة مع هذا الفنان من أجل أعمال كثيرة طيلة سنة 2024، كلها تناهض العنف الرقمي، كلها تتوصل واحد الرسالة من أجل مناهضة هذا الشكل الخطير التي تمارس اليوم على الفتيات وعلى النساء في مواقع التواصل الاجتماعي وفي التطبيقات الإلكترونية. اليوم باش نتكلموا على العنف الرقمي، تنتكلموا عليه، هو من أخطر أشكال العنف اللي ممكن تمارس على الإنسان اللي عنده حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي واللي ما عندوش حسابات كذلك. في الوقت اللي تسرق لها السيدة ولا السيد الهاتف ديالو، كاين معطيات خاصة اللي ممكن تعمم بدون موافقته وبدون علمه كذلك، فقط للفضح، فقط للشنطاج، فقط للابتزاز، فقط لاستغلال المعطيات الخاصة، فقط لقتل هذاك الشخص يوما عن اليوم. في الوقت اللي تلقى راسو انه الكل ولا تعرف واحد المعطيات هي حميمية، معطيات هي خاصة اللي ما تقاسمش مع الآخر، ولكن واحد المعتدي، واحد المجرم انه استغلها، يا اما لانك نسجات واحد الثقه بينه وبين الضحيه، ولا في بعض الاحيان لا يعرف الضحيه فقط انه مجهول ولكن استغل المعطيات الخاصه. الرساله اليوم ديال الفن وخاصه الراب هي رساله مهمه جدا، هي رساله نبيله، هي ممكن توصل بسرعه لواحد الفئات عمريه مهمه وهي الشباب والشابات اللي يقدروا انهم يوقفوا الاعتداء اللي ممكن يمارسوه، ويوعاو كذلك بالممارسات اللي ممكن يمارسوها تجاه الاخرين، وكذلك يعرفوا بان هناك قوانين حمائيه لهاد الضحايا، وكاين هناك تشديد عقوبات في الوقت اللي يمارسوا هاد الممارسات الشاذه والمرفوضه. اليوم الفن ولا هاد الفنان الرابور شحطمان هو اليوم تفتح باب اخر امام واحد الفنانه اللي خصهم ينخرطوا بدورهم في هاد العمل من اجل مناهضه العنف بكل اشكاله تجاه النساء والفتيات، وكذلك انه يفتح واحد الباب من اجل مناهضه كل الاشكال ديال التمييز، ديال القهره، ديال الظلم، ديال الاستبداد، ديال الاضطهاد، ديال الذل اللي ممكن تعيشه النساء داخل المغرب. اليوم بغى شحطمان كفنان نعتبره ملتزم اليوم انه باغي يوصل رساله اخرى من اجل انه يربي هذا الجيل الجديد على ايمانه بالانسان، المراه ولا الرجل، ايمانه بان مواقع التواصل الاجتماعي هي لينا بجوج، وخاصني ضروري انا نحترم فيها المراه الانسان.